الأصل الثالث. الأصل الثالث أن التوحيد قسمان. القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها، ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم، وهو الرب لهم والرازق لهم، وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا، بل هم مقرون به كما سيأتي في الأصل الرابع. والقسم الثاني توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات التي بيانها، فهذا هو الذي جعلوا لله فيه الشركاء. ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى. يقول رحمه الله الأصل الثالث أن التوحيد قسمان. هذا التقسيم للتوحيد باعتبار حق الله تعالى، ولم يذكر توحيد الأسماء والصفات مع أنه من حقه جل وعلا، لكون المؤلف رحمه الله أراد تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد فيما يتعلق بحق رب العباد في أن يعبد وحده لا شريك له. ولذلك ذكر النوعين من التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، لكونهما متلازمين، أي من أقر بتوحيد الربوبية فيلزم أن يقر بتوحيد الإلهية، والإقرار بتوحيد الإلهية يتضمن إثبات الربوبية، فلا يمكن أن يحقق الإلهية إلا وقد حقق الربوبية. بدأ المؤلف رحمه الله في القسمين بذكر القسم الذي لا خلاف فيه ولم تقع فيه منازعة، وهو التوحيد الربوبية والخالقية والرازقية. توحيد الربوبية أي توحيد هذا المعنى لله تعالى، إفراد الله تعالى بأنه رب العالمين. ورب العالمين قد بينه الله تعالى في كتابه في جواب فرعون لما سأله موسى عن ربه، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فهذا بيان وصف رب العالمين، هو رب كل شيء سبحانه وبحمده. والربوبية تقتضي الخلق والملك والرزق والتدبير. الربوبية لها معاني عديدة ترجع إلى هذه الأصول الأربعة، أنه الخالق، أنه المالك، أنه الرازق، أنه المدبر. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والرزق والتدبير. فمن أخل بشيء من هذا فأثبت خالقا غير الله، رازقا غير الله، مالكا غير الله، مدبرا غير الله، فقد وقع في شرك الربوبية. وهذا النوع من التوحيد الفطر مقرة به، مركوز في فطر الخلق، لا يمكن أن ينفك عنه. ولذلك لم تقع فيه خصومة بين الرسل وأقوام، فما بعث الله رسولا يقول للناس أيقنوا بأن الله رب العالمين. بل من أظهر التكذيب والجحد لهذا إنما كان ذلك جحد لسان لا جحد قلب، وسيأتي بيان هذا فيما يذكره المؤلف رحمه الله. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله في معناه أن الله وحده هو الخالق للعالم، وهو الرب له، وهو الرازق. ولذلك هو قال توحيد الربوبية والخالقية والرزق ونحوها، أي من المعاني التي لا تكون إلا لله تعالى والتي ترجع للربوبية. فقول توحيد الخالقية أي إفراد الله بالخلق، توحيد الرازقية أي توحيد إفراد الله تعالى بالرزق. وهذا يدل على أن هناك في كلام العلماء توسعا في إضافة التوحيد. لو قال منين لكم توحيد الرازقية هذه بدعة، منين لكم توحيد الخالقية هذه بدعة، نقول أنت يجب عليك أن تفرد الله تعالى بالخلق والملك والرزق والتدبير، أقريت بهذه الأسماء أو لم تقر. ولذلك في كلام العلماء إفراد الله بالمحبة، توحيد المحبة، وتوحيد الحاكمية، وتوحيد توكل، وأنواع من التوحيد هي في الحقيقة ترجع إلى الأصل العام الذي يجب الإقرار به، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالربوبية. فهذه التقسيمات لا إشكال فيها، لكن إذا ترتب على هذه التقسيمات إشكالات بأن يلغى سائر أنواع التوحيد ويهتم بنوع واحد ويجعل الولاء والبراء عليه، هذا خلل في فهم التوحيد، حيث إنه حصر التوحيد في هذا الجانب.
فالذين مثلا ينكرون التوحيد أو ذكر من أقسام التوحيد توحيد الحاكمية، فيجعل توحيد الحاكمية هو الأصل وما عداه منسي لا يدعو إليه ولا يهتم به، هنا الخلل. لكن في أصل التقسيم التوحيد الحاكمية يندرج في توحيد الربوبية ويندرج في توحيد الإلهية، كما أن توحيد الرازقية وتوحيد الخالقية من أنواع التوحيد، لكن لا يمكن أن نقول توحيد الخالقية وننسى باقي أنواع التوحيد ولا ندعو إليها. فينبغي الفهم للمنكر من التقسيم والمقبول من التقسيم. الذي ينكر من التقسيم هو إلغاء بقية الأقسام، أما إذا كان هذا التقسيم للترتيب وبيان ما لله تعالى من الحقوق فإنه لا ذم فيه ولا محظور في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح كما يقول أهل العلم. المشاحة في المعاني التي تترتب على هذه الاصطلاحات، أما هذه الاصطلاحات ذاتها لا حرج فيها إذا كانت تقرب العلم وتبين حقوق الرب جل وعلا. ولذلك المؤلف جعل من الأقسام، قال توحيد الربوبية الخالقية الرازقية، فقال ونحوها، أي مما يجب إفراد الله تعالى به من معاني الربوبية، فالخالقية والرازقية والملك والتدبير كله من معاني الربوبية. يقول المؤلف رحمه الله: ومعناها أن الله وحده هو الخالق للعالم وهو الرب له وهو الرازق جل وعلا. يقول: وهذا لا ينكره المشركون، بل هم مقرون بأن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء. قال: ولا يجعلون لله فيه شريكا، يعني لا يجعلون فاعلا مستقلا مع الله جل وعلا، لا يثبتون فاعلا مستقلا، خالقا مستقلا، رازقا مستقلا، ملكا مستقلا، ولو كان استقلال في شيء من الملك عن الله تعالى، كما سيأتي تقريره وبيانه في الأصل الرابع. يقول: بل هم مقرون به، أي مقرون في الجملة بتوحيد الربوبية كما سيأتي في الأصل الرابع. هل هم مكملون لهذا النوع من التوحيد؟ الجواب لا، عندهم فيه قصور، لكن الإقرار في أصل التوحيد، ولكن عندهم نوع قصور. جاءت الرسل ببيان ما يجب لله تعالى من هذه الحقوق وتكميل ما عندهم من القصور والدعوة إلى توحيد الإلهية لا إلى التوحيد الربوبية. يقول: القسم الثاني من التوحيد توحيد العبادة، وهو توحيد الإلهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، فلا يعبد سواه ولا يقصد إلا إياه جل وعلا، ولا يتقرب إلا إليه بجميع العبادات الظاهرة والباطنة الواجبة والمستحبة. فقوله توحيد الله العبادة، أي إفراد الله تعالى بالتعبد والتقرب، سواء كان ذلك في الأعمال أو كان ذلك في العقائد. ولذلك العبادة هي كل ما أمر الله تعالى به ورسوله، إما على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب من الأعمال الظاهرة والباطنة. هذا من التعريف التي ذكرها جماعة من أهل العلم في تعريف العبادة، وبعضهم يعرف العبادة بأنها الطاعة، وبعضهم يعرفها بأنها الذل، وسيأتي شيء من التنبيه إلى هذا في كلام المؤلف رحمه الله. معناه، أي معنى هذا القسم، هو إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها، التي سيأتي تفصيلها وبيانها. والعبادات منها ما هو عبادات قلبية، ومنها ما هو عبادات بدنية، منها ما هو عبادات ظاهرة وعبادات باطنة، منها ما هي عبادات في حق لله تعالى، يعني حق له جل وعلا، ومنها ما هو في حق عباده كبر الوالدين وصلة الأرحام وأداء الأمانات إلى أهلها وما أشبه ذلك. قال رحمه الله: فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاء. إذن الخلل عند المشركين في توحيد الإلهية لا في توحيد الربوبية. قال: ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى. لفظ الشريك أي كون الله تعالى يذكر عن هؤلاء بأنهم أشركوا وأنهم مشركون، يدل على أنهم يثبتون حقا لله تعالى، لكنهم يضيفون إليه غيره ويسوون به سواه سبحانه وتعالى. والشرك يدور على التسوية، الشرك يدور على التسوية، والمقصود به فيما نحن فيه تسوية غير الله تعالى به فيما لا يكون إلا له، تسوية غير الله بالله فيما لا يكون إلا لله تعالى، سواء كان ذلك في الربوبية في الإلهية أو في الأسماء والصفات. هذا معنى الشرك. ولذلك يقول الله تعالى فيما قصه من كلام من استحق النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. ليش؟ هذا لأهل النار يقولون، يشهدون على أنفسهم ويقسمون على هذه الشهادة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين.
فسووا شركاءهم بالله تعالى فوقعوا في الشرك الذي رتب الله تعالى عليه أعظم العقوبات وجعله سببا حائلا دون الخيرات في الدنيا والآخرة. إذن يقول فهذا أي هذا النوع من التوحيد، هذا القسم من التوحيد هو الذي جعل الله فيه شركاء، ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى. يقول رحمه الله فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول، أي الأول الربوبية. بعد التقسيم يبين الصلة بين القسمين. نعم. فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني، مثل قولهم في خطاب المشركين أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، ونهيهم عن شرك العبادة. ولذا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي قائلين لأممهم أن يعبدوا الله، فأفاد بقوله في كل أمة أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل إلا لطلب توحيد العبادة لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض، فإنهم مقرون بهذا. ولهذا لم ترد الآيات فيه في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير نحو هل من خالق غير الله، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، استفهام تقرير لهم لأنهم به مقرون. يقول رحمه الله في بيان الصلة بين هذين النوعين من أنواع التوحيد فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول، أي طلب الإقرار بالأول، فهو أمر في قلوبهم لكنهم قرروه، أي في قلوب الخلق لكنهم قرروه وأكدوه وبنوا عليه، فلم يبعثوا لدعوة الناس إليه، لم يبعثوا ليحملوا الناس على أن يقولوا لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رزق إلا الله، لا مالك إلا الله، إنما بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني، أي إلى توحيد العبادة، لأن المشركين يقرون بأن الله هو الخالق هو الرازق هو المالك هو المدبر. وذكر المؤلف رحمه الله لذلك أدلة، فقال في بيان أن الرسل قررت الأول مثل قولهم في خطاب المشركين أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أفي الله شك فاطر، ذكر موضع الشك، هل هناك شك في أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض، أفي الله شك فاطر السماوات، والفطر هو الخلق، والفرق بين الفطر والخلق أن الفطر هو الخلق على غير مثال سابق، فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، ولو كان فيه شك لقالوا فيه شك، ولكنهم لم يقولوا ذلك، بل كلما سألتهم رسلهم عن خلق السماوات والأرض من خلقهما كانت الإجابات الله، كما سيأتي في تقرير الأصل الرابع. إذا الرسل جاءوا لتقرير توحيد الربوبية، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قرروا الأول ودعوا إلى الثاني، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لو كان عندهم اعتقاد أن غير الله تعالى يرزق لقالوا هناك خالق غير الله يرزق، لكنهم لم يقولوا ذلك، ولذلك انتقلت الرسل إلى تقرير الإلهية فقالوا لا إله إلا هو. وقال رحمه الله ونهيهم عن الشرك، أي جاءت الرسل لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني ولنهيهم عن الشرك في العبادة. ولذا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لقد بعثنا، يخبر الله تعالى ويؤكد هذا الخبر باللام الواقعة في جواب القسم وقد التي تفيد التحقيق، بعثنا في كل أمة أي طائفة من الناس، جماعة من الناس، رسولا، ما مهمة هذا الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا الأمر بلا إله إلا الله، فعبادة الله هي إفراده بالعبادة، و
اجتناب الطغوت هي نفي العبادة عمن سواه، ولذلك قال أي قائلين لأممهم أن اعبدوا الله، فأفاد بقوله في كل أمة أي جميع الأمم، لم ترسل إليهم الرسل إلا لطلب توحيد العبادة. منين أخذ جميع الأمم؟ من قوله تعالى قد بعثنا في كل أمة، وكل هنا تفيد العموم، من ألفاظ العموم الدالة على الشمول والعموم، فيقول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذا يدل المؤلف يقول أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل إلا لطلب توحيد العبادة، لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض، فإنهم مقرون بأن الله هو الخالق. يقول ولهذا لم ترد الآيات في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير، الاستفهام يأتي للتقرير ويأتي للإنكار ويأتي للاستعلام، الآيات التي تضمنت توحيد الربوبية جاءت بالاستفهام المقرر، هل من خالق غير الله، وهي بمعنى لا خالق غير الله، فهذا الاستفهام لإفادة النفي وإفادة تقرير أنه لا خالق إلا الله جل وعلا، فتقريرهم بذلك منه قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق. وقد ذكر الله تعالى عن طائفة أنهم أنكروا ربوبية الله تعالى، وسيأتي بيان أن إنكارهم لم يكن عن صدق إنما عن تكذيب باللسان مع إقرار القلب بصدق ما دعت إليه الرسل من أن الله رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله في سياق الآيات أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، استفهام تقرير لهم، أي كل هذا استفهام تقرير. وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله في تفسير أضواء البيان أن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير يراد منها أنهم إذا أقروا بأن الله هو الرب وأن الله هو الخالق ترتب على هذا الإقرار التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار، لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالإلهية وأنه لا إله إلا الله، وهذا يدل على أن التقرير للربوبية ليس مقصودا لذاته إنما هو وصلة وخطوة في دعوة هؤلاء إلى وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة. ولذلك يقول الله تعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، شرك أي شركة في خلق السماوات وفي الأرض، وكذلك هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فإذا كانوا لم يخلقوا ولم يرزقوا ولم يملكوا ولم يدبروا فإنهم لا يستحقون أن يعبدوا، بل العبادة لله وحده لا شريك له. إذن الآن نلخص ما قرأناه في هذا الدرس. الأصل الأول أن القرآن كله حق، فائدة هذا الأصل التمهيد الأصول التي سيذكرها، وأن الأصول التي ستأتي مبنية على هذا الأصل مستقاة من القرآن. الأصل الثاني أن الرسل جميعا بعثوا بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وذكر لذلك شواهد من دعوة الرسل، وذكرنا من الآيات أيضا في كلام الله تعالى ما يدل على ذلك، ثم بيّن ما معنى عبادة الله وحده، وهي أن لا يصرف شيء من العبادة لغير الله تعالى. الأصل الثالث ذكر فيه قسمي التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. توحيد الربوبية ما هو؟ إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والملك والتدبير، هذا هو توحيد الربوبية. وأما توحيد الإلهية فهو إفراد الله تعالى بالعبادة، فلا يصرف شيء من العبادة غير الله تعالى. بيّن المؤلف رحمه الله أو أشار المؤلف رحمه الله إلى ارتباط هذين النوعين، فقال إن الرسل أتت لتقرير توحيد الربوبية والدعوة إلى توحيد الإلهية، توحيد العبادة، وهذا يفيد أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، فمن أقر بأن الله رب كل شيء قاده إلى أن يعبده وحده ولا شريك له، كما سيأتي بيانه وتفصيله في الأصل الرابع إن شاء الله تعالى.